اليوم بشرى قدمت لكم واحد النوع ديال الحلويات لذيذ جدا، وان شاء الله غادي يكون متناول الجميع بطريقه بسيطه جدا وسهل في التحضير، من مكونات جد صحيه. ان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش دعموني بلايك والاشتراكات والتعليقات ديالكم الزوينه اللي كتعجبني بزاف، اللي كتزيد تشجعني. خليتكم على خير ومع السلامه في فيديو قادم باذن الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اترككم مع الفيديو. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه ديالنا اللي هي غاليت او غاليطه، عندنا كمكون اساسي او رئيسي وهو القمح او دقيق القمح الكامل. هذا كنديوه كنجيبو القمح كنقيوه هنا في الدار، وكنديوه للطاحونه وكنغسلوه من الطاحونه باش كينيلو، يعني كيسيروه غبره تكون مزيان باش مكتبقاش تبان ديك الفاله، حتى ولو تبان ماشي مشكل. لكن هذه الطريقه ديالنا مع القمح، لان لحيدنا منو النخالة راه كتمشي منو تقريبا 70 أو 75% ديال الفائده ديال هاد القمح ديالنا، لانه صحي جدا بزاف للجسم ديالنا. كنشوفو عندنا هنا زوج الاكياس ديال الخميره الفوريه، عندنا هنايا الفانيليا غنديرو منها شي قطيرات، عندنا كاس او 100 غرام ديال زيت الزيتون مع معلقه كبيره ديال الزبده، هذه مديه كتبقى هذه اختياريه، عندنا معلقه كبيره ديال الخل، انا درت خل التفاح لان كنصوبو بيدي، ورديجا درت معاكم ثاني وصفه ديال خل التفاح باش كيتصاوب، وعندنا تقريبا معالق كبار ديال مربى البرتقال، عندنا الملح، هاد الملح غادي نفرقوها ما بين البيض والعجينة لي غادي نديرو هاد الكاليك هدا، عندنا كاس ديال سنيدة تقريبا مكاملش 100 غرام مكاملاش ديال سنيدة، أو سكر خشن، عندنا كتشوفو هنايا معلقة صغيرة ديال القرفة باش كنسمو هاد الكاليك هدا، ومعلقة صغيرة ديال سكنجبير او الزنجبيل كتشوفو. هنا عندنا واحد البيضه للتزيين مع بودره ديال الكاكاو. دابا غنمشيو ان شاء الله باش نخلطو هاد الغريطه ديالنا، بقاو معايا باش تشوفو طريقه التحضير. غنبداو بسم الله طريقه التحضير. غادي ناخذ البيض، احبائي هنا دابا هرس ربع البيضات، كتشوفو غادي نضيف عليهم سنيدة، وغادي نحرك سيبو لي راه نستمح تندمح هي اللولة مزيان.
مثلا ندير يديا على الدرج الكهربائي، هذا كنديرو غير الكيكات تاع الطايب كي الحلوى كتكون خفيفه. انا بالنسبه ليا بالنسبه للحلوى اللي كنديروها بلاطه كنفضل نخدم بيدي، منها رياضه ومنها الانسان كيتمتع بهذيك الحلوى اللي كيصوب. غادي نضيفو زيت الزيتون كذلك الخل، دابا غادي نبداو نزيدو شويه ديال الزيت الدقيق شويه بشويه. بسم الله نحصلوا على واحد الخليط شويه يكون قاصح، ماشي جاريه بزاف، غتكون قاصحه شويه باش نحصلوا على واحد الكويرات. غادي نضيفوا دابا الخميره الفوريه، تخدمها بيديك مزيان صافي. كي ديك غربلها انا ما غربلتهاش، ما صافي ليا. دابا غادي نزيدو القرفة، ماء سخون كبير، ونخلطو مزيان حتى تبقى متجمدش. عاد باش نلفقد غادي نزيد الزبدة، مربى بهذه الطريقة هذي كيتجانس الخليط مزيان. من بعد غادي نضيفو عليها المربى كما قلتلكم، رائعة.
باقي غادي نزيد شويه ديال الدقيق. دابا كنحيد شويه ديال صوصي حلوة ولا شي حاجة. ديما البيض كيف كتشوفو ها مقصور البيض، كندير ميكا أو بلاستيكة وكنحط فيها ديريكت مقصور ديال البيض، داكشي لي حيدت أو الأكياس ديال الخميرة الفورمية، يعني باش كيبقى عندي اتساع وكتبقى عندي الدنيا هنايا نظيفة وكون عندك واحد الرغبة باش تكملي الحلوة ديالك وتكون الدنيا مرونة. دابا هادشي كلشي غادي نحيدو ونخلي الدنيا نقية. صافي هادشي لي معندنا نديرو بيه غادي نحيدو. غادي يبقى لينا غير البيض والبودرة ديال الكاكاو. دابا غادي نمشي نجيب لاطا ونجيها باش ندير هادوك الكويرات باش نكملو الوصفة ديالنا اليوم. وهنا رجعت لاطا اخواني اخواتي، دابا راني وجدت اللاطا ديالنا لي غادي نديرو فيها الدارب ديالنا. هي الخبز الزبدة كيف كتشوفو، درت معاها ورق طبخ أو بابي سيكيريزي كيف كتشوفو. دابا غادي نمشيو نديرو شوية ديال الخل ونقيطات باش كيحيدو لنا ديك الريحة ديال البيض. نخلطو مزيان كيف كتشوفو، غادي نزينو هادوك لي ديكالي ديالنا والحلوة ديالنا، وغنزيدو عليها واحد القطيرة ديال الفانيليا ليكم. غادي نديرو شويه ديال الزيت، واحد طويسه صغيور، والدهنه يديكم كتلصق مزيان. دابا غادي ناخد واحد الكويره كتشوفو ها نتوما جات قاصحه، ها كاين اللي كيبغيها كبيرة كاين اللي كيبغيها متوسطة، نديرها غير هادية وغادي نديرو كبيرات وصغيرات، كل واحد عينو ميزان. كتجي جديدة بزاف، أنا في الحالة هادي مبقاش درتها. السوق ديالها لان دايره ديجا فيها الخميره الفوريه، راه غادي تخمر وغادي تنفخ، وغادي نبقاو غادي بهاد الطريقه كنكملو هاد اللاطه ديالنا.
الفران راه كيسخن. دابا غندير مرحله ديال التزيين. ناخذ الفرشيطه نحاولوا نديروا بها شي خطوط بحال هكايا ونضغطوا على الحلوه. شوفوا من بعد غادي نجيو ثاني نديروا واحد بحال افقي عمودي. ملي غادي تطيب راه كتبان مزيان. نبقاو حتى نكملو اللقطة ديالنا كامل كلها. دابا انا الفران راه سخن، دابا غادي ندخلها ونخليوها طيب على خاطر. احبائي شوفوا الحلوة هاي خرجات، الكاليطة هاي خرجات، راه شوية ما حركتها شوية تدهيت مع اللقطه الثانيه هاد شميت ريحه صافي وانا ندخل الفران. شوفي كيفاش جات، كانت رائعه جدا. نحاول تبعدوها شويه ماشي بزاف كاع، غير شويه ماشي بزاف، غير باش تاخذ المساحه فين فين كتنفخ شويه. اما البنة والهدة ما نهضروش عليها دابا، غير المنظر ديالها راه جا روعة. وهذه اللقطة الثانية كتشوفوا هي